البوليس يا ستي. نبلغ البوليس وسيدك مش جاف مش هنا؟ اتفضل يا حضرتك الشاوش اتفضل. يا رجوليا. سيدي جاب البوليس وياه. يا رجوليا. قولوا له انا مين؟ عرفوه على شخصيتي. عدم المؤاخذة. انتوا تعرفوه؟ واحنا شعرفنا بالحرامية. حرامية؟ انا حرامي؟ تنشكي في لسانك يا ابو عيدة. مش قلت لك انا؟ مين؟ مين الحرامي؟ ايوه حرامي. كان هنا من شوية يا حضرة وسرق الخزنة وهرب. وكمان طلعت حرامي خزن قدامي. قدامك على فين؟ هذه خزنتي واللي انسرقت انا حسنة الشاوش. يا خزنتي يا رجولي يا شلتتي. لا تعملوها وتخيلوا قدامي على الاسم. دي مصيبة ايدي. هو انا اطلع من الحفرة وقعت بتحدينا. بس المرة دي بقى هتوقع من التخشيبة على ابو زعبة العدل. ايه ده؟ متهم ايه وتخشيبة ايه؟ انت بتتكلم ازاي يا شاويش؟ ده جوزي. جوزك؟ امال فين الحرام؟ الحرام يهرب. اه كده؟ طيب عن اذنكم. اذنك معاك. تعال هنا والخزنة اللي اتسرقت. ابقوا اعملوا محضر في البوليس. يا رجول يا. يا غزلتي يا شرطتي يا. فين اودي وشي منك يا عم كرتوس؟ فين؟ يا ريتك مديت للاشرطه يا ريت. على راي المثل الهديه اذيه. ايش اقول وايش احيل؟ اقول كله من الدكتوره. ايش معنى الدكتوره يعني؟ ما قلت الارقام حقت الغزلة الا للدكتورة. مش جايز يكون حد من اللي بيشتغلوا معاها؟ لا ما حد معاها الا التمرج يا ابو جنب هناك. بس بس عرفته. ست زينب عبد الله موجودة؟ ايوه يا اخوي. خير؟ مطلوب حضورك للتحقيق امام النيابه. نيابه؟ انا النيابه طلباني انا؟ امال طلباني انا؟ انا اللي مضي شيك بدون رصيد؟ انا اللي مضي وصل امانه ما سددتوش؟ طيب لا تزعل نفسك. ما حاجه تغيظ يا استاذ. 33 متهم راح لهم، مفيش واحد الا ويقول لي انا النيابه طلباني انا. طيب هدي نفسك. هي النيابه طالبه حضورها متى؟ بكره الصبح. بكرة الصبح؟ عملها شمتان عملها. تسمحي تمضي هنا؟ امضتك على الأوراق دي معناها انك لو ما جيتيش بكرة الصبح بكرة بعد الظهر ينقبض عليك وتباتي في القسم بكرة عشان تروحي النيابة بعد. مفهوم؟ مفهوم يا أخوي. كويس كده يا هلال. عجبت بهدلتي بعد العمر ده كله. معلش يا ماما. انا اروح لتحفة اجيب منه فلوس وارجع. اهلا. الحمد لله اللي لقيتك في البيت. اجل يعني كنت راح تلاقيني فين؟ في السجن؟
سجن؟ أعوذ بالله يا شيخ. طبعا هجل، ايش اخرة المصايب اللي بنسويها دي؟ يحرق اشرطة كردوس والعقود اللي انا ماضيها باسطواناته. طيب ما انت اخذت اشرطه خلاص. لمعلوميتك يا استاذ انه الاشرطة دي كلها ما عليها الا انصاص اغاني بس. انا عارف. عارف؟ طيب وليه ما قلت لي من اول كده؟ كنت بفتكر انه النص الثاني عندك. لا يا سيدي، النص الثاني عند بيته اللي في مصر. هو عم كردوس عنده بيت هنا؟ الظاهر انه كان متجوز واحدة مصرية، وحلني على بال ما نعرف هي فين، وشوف عشان ناخذ الاشرطة دي ايش يبغالنا نسوي. بسيطة، مسيرك تلاقيها، بس بالنسبة لي انا مستعد من بكره اسجل لك اسطواناتي. نعم يا اخويا، من قبل ما الاقي بقيه اشرطه كردوس. وانا مالي ومال كردوس بس. مع احترامي طبعا لفنك، انما انا من وجهه نظري التجاريه ان اسطواناتك لما يكون مطبوع على وشها الثاني اسطوانات عمك كردوس تبيع بدل الالف 2000. طيب ارجوك، ممكن اخذ منك فلوس على الحساب؟ وعلى فرح ايه يا اخويا اعطيك فلوس؟ وام هنادي؟ ايش بها ام هنادي؟ بدهم يحبسوها لو ما سددت بكره. هو انا راح يحبسوني بعد بكره لو ما سددت الديون؟ بس هذه وليه وغلبانه. اذا كانت هي وليه انا اولى منها. البطريق فعلا طير، ولكن بالنسبة للطيران أرجوك سيد ألبرت. الآن عرفت السبب. إني أطير، فقد نجحتي. لقد سمعت صيحة واحدة. ولا ما شكل اللص؟ مسكينة الفراشة، يجب أن نفعل شيئا. لقد لطخت ما اسم هذه القرية الآمنة، اخلع أقنعتكم الآن. كوالا يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. الخبر التالي من اليابان: السلطات أوقفت النقل بالقطارات. بدأت وكالة الوزارة استخدام بعض أنظمة الحاسب الآلي. يبدو أن الإنسان يتوقع أن يعيش في الفضاء في العصور القادمة، فالسيدة ناكامورا اكتشفت شيئا جديدا. وما الجديد إلا امتداد للقديم. كل جديد الاثنين 11 مساء على قناة ذكريات. سيداتي وانساتي سادتي، نرحب بكم اليوم في مباراة في سنغافورة. لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى. دائما نتراجع عن مواقفنا. نعم. الساعة الواحدة 11 مساء على قناة ذكريات. حائل اشتهرت الصناعات اليدوية بكافة الأشكال. تشيل عن النار وتصبها في هذا، ايش تسمونه هذا؟ هذا صب. شنو بضروس انه قبل الطب وقبل التخدير وقبل الدكاترة؟ شغلات النحاس اللي تشتغلون فيها اول وش هي؟ القدور والنحاس. ايه نبيضها ونرجعها نسويها. النوع هذا من اندر ما يباع، من انواع الدلال ومن اغلى ما يباع. تبيض على كذا. هذا البلاد اندثرت ثم بدعت فيها ابار ومزروعات. رحلة مع التراث من الأحد إلى الجمعة 8:30 مساء على قناة ذكريات. أمر مهم وخطير.
لوثوا مويت الجدول؟ بيت مال القرية اللي فيه الذهب والمال. بيت الذهب والدراهم ها؟ هرعبنا وضيق صدورنا ونكد علينا عشدنا. وش نسوي؟ مثل ما وصيتك ما نبي أي غم. ما عاد لنا هم إلا هل الموت للآدمي. أنا مريد أموت، أنا مريد أعيش. القضية طالت ولزوم نكشف الحقيقة. سر القرية يوميا 3:30 مساء على قناة ذكريات. ست زينب عبد الله يا دي المصيبة. ايوه انا محضر من المحكمة جاي احجز على عفش البيت. تحجز يا دي الدهية؟ ماما حتدفع في النيابة الصبح. النيابة دي عشان الشيك ووصل الامانة، انما حضرة المحضر جاي يحجز عشان الكمبيالات. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اخد حقي. حقك هتاخده على داير مليم. لما تبقوا تدفعوا نبقى نفك الحاج. اتفضل يا حضرة المحضر احجز. ترابيزة نص عمر من خشب مش قد كده تسوى 5 جنيه. تلات كراسي صفرة جلدي مش بطال. طقم صالون يسوى 12 جنيه و37 قرش ونص. ست اطباق صيني احدها به محشي. ده فيزو الطعم. يا سي شنطان حرام عليك. ما تعبرهوش يا ماما، زمان هاني جاي ومعاه الفلوس. هاني ده ايه؟ استنى يا عم استنى، ما تحجز، احنا هندفع الفلوس حالا. 360 جنيه كاملين، تعدهم لي كده ورقه، كل جنيه ينطح جنيه. واتنين جنيه وتلاته وتسعين قرش وتلاته مليم رسوم ومصاريف واتعاب محاماه. تفتكري هاني هيقدر يدفع المبلغ ده؟ المبلغ ده والمبلغ اللي هيندفع في النيابه الصبح. ايه يا هوان، نحجز ولا نستنى ولا ايه؟ استنى. احجز. لا استنى. فين الفلوس؟ مساء الخير. الفلوس اهي. يسترك يا ابني ويحميك. انا اسف اللي اتاخرت عليكم. لا ابدا مفيش تاخير. يا جماعه خلصونا، نحجز ولا نستنى ولا ايه؟ ايه ده يا عم؟ احجز، ما تاكلش من حركاتهم. قال ايه؟ قال حضرته الجاي ومعاه الفلوس. جبت الفلوس يا هاني؟ لا. لا لازم تحفة هيدفعهم لك الصبح بدري اول ما البنك يدفع. يفتح مش كده يا هاني؟ برضه لا. زغروت يا حبايب. الله هاني، طب وبعدين؟ انا اسف. اسف. يا عم احجز، ما تضيعش وقتك اما نشوف اكلتها ايه.
أنا مستعدة أتجوزك وأسيب المعهد وأعمل اللي تأمر بيه. هنادي لا. اسكت أنت، دي خطيبتي ما تكلمهاش. هنادي أنت جاي بصفتك إيه؟ يا جدعان نحجز ولا نستنى ولا ايه؟ متشكرين يا حضرة المحضر، انا خلاص متنازل عن اجراءات الحجز. اتفضل امضي هنا. يا طادي شغل اشتغلناه. متشكرين قوي يا حضرة المحضر، مع الف سلامة يا حضرة المشمحضر. الله، انتوا بتعيطوا؟ حد يعيط ليلة خطوبته؟ لازم دي اللي بيسموها دموع الفرح. وانت يا مهنادي دي تيجي منك برضو تعيطي في ليلة زي دي؟ زغراتي يا ام العروسة، زغراتي. هنادي المحل ما يستغناش عنها ابدا. متعود يضيع العمر مع الأحلام.
حكم القدر حكم القدر فيا حكم القدر فيا انا متعود عايش العمر على الالام انا متعود كده عمري مع الاحلام انا متعود عايش العمر على الالام انا متعود يضيع العمر مع العربة الآن جاهزة للانطلاق. كان الماء في وسط المسار سببا في سقوط العديدين. جاء سقوط سريع جدا. من سيفر وقرع الجرس. في البر في البحر في الجو الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. أهلا بكم جميعا إلى كأس العالم 90. وتوقفت حركة المرور في شوارع العاصمة بعد أن خرج المشجعون في الشوارع. ذكريات كأس العالم يوميا 4:30 مساء على قناة ذكريات. والله شفت واحد منكم يوطوط هنا اني لا اكسر راسه. يعني ما تبي تتصالح؟ في شيء اسمه احترام الناس. لا تزعجنا يا اخي. كلام غايه في الايجابيه. عندي كلام كلام مهم. خروفي خروفي لابس بدلة صوفي. يعطيك العافية تحية. ذكريات طاش السبت 8:30 مساء على قناة ذكريات. عندما تتوفر أكثر من موهبة فنية في شخص واحد يصبح من اليسير عليه أن يشق طريقه إلى النجاح بثقة وطموح. انطلاقة تعوض كثيراً من المادة. أنا أعتبر أن نجيب محفوظ هو الأب الحقيقي للرواية العربية. الصوت الناجح المنتشر المرغوب هو مسموع. خذني في غربة بشري في كلام بشري. كل هذه الأشياء تحمل رسالة للناس. لما يكون كاتب عربي تقدر تقدم العمل بصورة شمولية أكثر. شريط الفنون الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات.
يشتري المنطقة كلها كنت اشتريتها. بدي كل هالمعلومات قبل ما يوقع العقد معه. معناها بدي يزيد علينا السعر. مشروع مهم وبدي يتنفذ. بيظهر خايف يسحبوا المصاري ويفشلوا لك المشروع، ما هيك؟ شو عم تتفزلكي انت؟ انت ما رح تنهي هالقصة على خير لحتى شرشحك. طلع من الصبح ولهلأ ما رجع. هيك لكان. 12 مليون. لو كانوا يفكروا هيك ما كانوا تاجروا بأرواح الناس. حاسس من أسئلتك إنك شاكك بشي؟ الانهيار يومياً 7:30 مساءً على قناة ذكريات. شنبك يا ابو شنب؟ فين الدكتور المدايبه؟ فين انطق لاهفك رصاصتين تخليك تلحق اخوك المرحوم ابو شنب؟ انطق ابو شنب. مين بس يا مشقاص؟ ومين قال لك اني انا مشقاص؟ ها؟ مين قال لك اني انا مشقاص؟ اجل مين انت؟ يخلق من الشبه 40 قدامي قدامي. على فين؟ على غرفه الكشف قدامي. كشف؟ ليه تتفكر نفسك في عياده؟ لا مستشفى. اتعرف خليني اكشف عليك واعالجك زي ما عالجتوني انت ودكتورتك المزيبة حقتك. عارف ايش يا جدع؟ دكتور المزيبة؟ انت يعني قصدك على الدكتورة اللي كانت ساكنة هنا وسافرت؟ سافرت؟ لا يا شيخ. وسافرت على فين؟ راحت بعثة يا مشقاص. بعثة؟ على كل حال البركة فيك. ادخل قدامي. في حاضر. ادخل قدامي. طيب حاضر. ادخل قدامي. حاضر. ادخل قدامي. نعم حاضر. انام. حاضر. نعم انام. نعم انام لو انه يعني ما في عيني نوم. حاضر انام. اهو اهو هدي اعصابك. حاضر. نام مرتاح. حاضر اهو. ريلاكس. حاضر اهو. غمض عيونك وتدلع في نومك. حاضر اهو. كمان اتدلع كمان. حاضر كده. اكتر اكتر اتدلع لما تتمرع، ولو اتمرعت علي اخدك كفيرة طير لك عيونك. حاضر. يلا. حاضر اهو. خليك على ايوه. خليك حاضر. على كده. حاضر. اقول. نعم. تشتكي بايه صدفة؟ يا سيدي انا ماني صدفة، انا تحفة. مسكين الحالة هذه جاتني قبل كده. لكن لا تخاف، انا مستعد اعالجك منها سريعا. امسك هذه كده على ريلكس. ما بدي صح ريلكس. نم انت. اربطه. وضحكت علي يا صدفة. انا ماني صدفة، انا تحفة. لازم تصدق اني تحفة غصبا عن عينك. ريلكس ريلكس. بالقوة ولا بالمروة؟ لا بالمروة، بالتفاهم، بالعقل كده. ايه اثبت لي انك تحفة وانا اصدق. مستعد بس كيف؟ ايه انا اقول لك، تتذكر واحنا صغار رحنا احنا الاثنين سوا المستشفى وطعمنا ضد الجزري؟ صح اتذكر، حتى بالاماريه تطعيمتي صحت وتطعيمتك ما صحت. طيب وتقدر توريني طعمتك اللي صحت؟ مستعد. ها شوف اهي اهي. يهدك يا بعيد يهدك يا بعيد. الخالق انا تحفة صاحبي يا حنان. مش قاس رفيقي يا مرحبا. لكن قل لي. نعم. لسه فيها كده يا تحفة؟ كله علشان أشرطة كردوس يا مشقاص. تعرف طبعا أشرطة كردوس. كردوس؟ مشقاص. ايه. ترى الرصاص ده حقيقي يا مشقاص. سيب أفلك.
أفلت. هات الأشرطة قوامن اللي سرقتها لأفرغها في مخك. أشرطة إيه بس يا مشقاف؟ يعني هي أشرطة كردوسة انسرقت؟ إيه. خش في جيبي خش، خش في جيبي خش، استبلي علي سوي نفسك ما أنت داري. يا مش قص، يعني انت بالله العظيم تصدق اني انا لو اخذت الاشرطه دي كان سافرت من البلد؟ شوف انت يا مش قص بعتها على مين وجاي تمتحني في 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 بيت عمري. انا ابيع اشرطه عم كردوس، لو ابغى ابيعها كان بعتها لك انت. يا بختك يا بختك يا اللي اخذتها، بس ان شاء الله يطلع يعني فاهم قيمتها، ما يروح يمرمط بها الارض ويشوهها ويطلعها اسطوانات مشوهة تسيء لسمعة عمك كردوس الفنية. ايوه، ويجينا عم كردوس ويطالبني ببدل سمعة. طيب طيب ايش رأيك انت يعني دحين؟ دحين المهم انه ندور عليها وبعدين نتفاهم لما نلاقيها. انا ما عندي مانع، بالرغم من كل اللي سويته فيا مستعد يا مش قاص اساعدك. طول عمرك أصيل وفي. مساء الخير. أنت هنا عمي؟ فين كنت طول النهار؟ كنت أحل مشكلة إنسانية. هنالي تبغى تتزوج شمتاني عمي. ألف مبروك، بس ترى أنا ما عندي ماني فاضي لا أحضر جوازات ولا أفراح. وأنا شرحه وأنا شرحه. بس لازم نعطل الجوازة دي، لازم ننقذ هنادي يا عمي. يا ولدي هنادي مين وتنقذها من ايه؟ والله انك فاضي. عمي ارجوك تيجي معايا وانا افهمك على كل شيء في الطريق. الله، انتوا حتفضلوا البنهاري مناحة ولا ايش؟ ما خلاص بقى اللي انت عاوز حنفذوه، روح بقى وسيبنا في الليلة فيه. اروح؟ ده انت بتحلمي يا طيبة. انا ما روحش إلا بعد ما نكتب الكتاب.